في محاولة واضحة من قبل العديد من العواصم العربية لقراءة سياسية جديدة في التعامل مع الملف السوري، ومسألة عملية إعادة التموضع بالنسبة لهذه العواصم موجودة تحديدا حيال النظام في دمشق، لكن لا أظن أنه هذه الجهود أو هذه المساعي ستصل إلى نتيجة من الممكن أن تغير المشهد العربي الحالي في التعامل مع ملف الأزمة السورية. في محاولات وجدنا في الآونة الأخيرة كيف أنه كان في أيضا رفض لهذه المحاولات، ربما نعم على مستوى بعض الدول العربية هناك اتصالات ومحاولة لفتح الطريق أمام النظام، لكن لا أظن أنه هذه ستندرج في إطار سياسة عربية جديدة في التعامل مع ملف الأزمة السورية. الموقف العربي مهم جدا، مهم في قراءة التحولات الإقليمية والدولية الحالية المرتبطة بملف الأزمة السورية، ومن يتابع هذه التحولات أظن لن يدخل إطلاقا في أي نقاش يفتح الطريق أمام النظام الحالي باتجاه البقاء على رأس السلطة أو محاولة الاستفادة من التطورات واستغلالها لصالحه في الداخل السوري. تحديدا ملف الأزمة الأوكرانية الآن برأيي مسألة في غاية الأهمية بالنسبة للعديد من العواصم العربية، وأظن أنه هذا المشهد ومساره سيؤثر شئنا أم أبينا على رؤية العديد من العواصم العربية وطريقة تعاملها مع ملف الأزمة السورية. الآن أظن هذه النقطة مرتبطة مباشرة بسياسة تركيا الراهنة الحالية في التعامل مع ملف الأزمة الأوكرانية. تركيا تحاول أن تتبنى سياسة الحياد الإيجابي، تحاول أن تكون على مسافة متقاربة مع طرفي النزاع، لكن أنا لا أظن أنه الموقف التركي سيستمر على ما هو عليه في هذه المرحلة، خصوصا إذا ما تعقد ملف الأزمة أكثر فأكثر في المرحلة المقبلة وتزايد حجم الضغوطات الغربية وضغوطات المجتمع الدولي على روسيا في التعامل مع الملف. الآن هناك أكثر من مسألة تنتظر روسيا في المرحلة المقبلة، ربما في المرحلة الأولى مسألة تعامل روسيا مع الملف والدخول في تسوية سياسية أو أمنية مع أوكرانيا باتجاه التهدئة والهدنة وفتح الطريق أمام مسألة وقف إطلاق النار قد تكون موجودة، لكن الذي ينتظر روسيا في المرحلة المقبلة برأيي أكبر بكثير من هذه النقطة. الذي ينتظر روسيا في المرحلة المقبلة هو اصطفاف على مستوى المجتمع الدولي المؤسسات الإقليمية والدولية التي ستطارد موسكو في موضوع الأضرار التي لحقت بأوكرانيا، موضوع العقوبات الدولية، وموضوع تضييق الخناق على النظام في روسيا أكثر فأكثر. يعني مسألة خروج روسيا من الورطة الحالية في أوكرانيا قد تكون في المرحلة القليلة المقبلة ممكنة، لكن على المدى البعيد أظن أنه سيكون عندها وضع أصعب بكثير مما تعيشه اليوم. هل هذا الوضع سينعكس على المشهد السوري؟ نعم. هل هذا سينعكس أيضا على مسار العلاقات التركية الروسية في التعامل مع الملف السوري؟ نعم ثانية. والأهم من كل ذلك أنه الآن قدرة العواصم الغربية على إبقاء هذا الموقف الموحد المتماسك حيال روسيا. صحيح الآن التركيز بالنسبة للغرب هو على الملف الأوكراني، لكن أنا برأيي هذا الموضوع سينتقل شئنا أم أبينا وبسرعة إلى ملفات إقليمية كثيرة تعني روسيا وسياساتها ومصالحها في المنطقة. لا أظن أنه الآن في رغبة لا
تركية ولا إقليمية في إعادة تسخين الجبهات في التعامل مع الملف السوري. أظن الأجواء العامة الآن هي باتجاه الذهاب وراء الحل السياسي وفتح الطريق أمام المرحلة الانتقالية في سوريا. لكن طبعا هذه النقطة ستكون أيضا مرتبطة بمسار التطورات التي تعني روسيا وإيران في الملف السوري. الآن في عنا نعم ورطة روسية في التعامل مع الملف الأوكراني، كما قلنا سيكون لها اعتداداتها على أكثر من ملف إقليمي وبينها الملف السوري، لكن هذه الورطة الروسية برأيي أنا ستنعكس شئنا أم أبينا على سياسة إيران السورية تحديدا في التعامل مع الملف السوري. وهذه برأيي فرصة تاريخية لقوى المعارضة السورية لاستغلالها لتوحيد مواقفها وسياساتها والتحرك باتجاه طرح استراتيجية جديدة في التعامل مع كل هذه المسائل. العامل الغربي هنا مهم كورقة ضغط. أظن القوى المعارضة السورية عليها أيضا أن تتحرك باتجاه فتح صفحة جديدة من التنسيق مع العواصم الغربية. أظن في ثوابت على المعارضة السورية أن تعيد طريقة التعامل معها، مثلا على مستوى توحيد مؤسسات المعارضة السورية. مسألة تحتاج إلى قراءة سريعة جدا، يعني مسألة التوحيد يعني رص الصف السياسي والأمني والاقتصادي على مستوى هذه المؤسسات. نقطة ثانية تطوير برامجها، مسألة في التعامل مع ملف الأزمة في سوريا، مع موضوع الثورة، مع الطروحات التي سمعناها قبل 10 سنوات والوضعية الحالية لقوى الثورة. استقلالية القرار بالنسبة لهذه المؤسسات أيضا برأيي مسألة في غاية الأهمية في المرحلة المقبلة. استقلالية القرار ستفتح الطريق أمام قوى المعارضة السورية لتثبت ثقلها ودورها ونفوذها وتأثيرها على الأرض بعيدا عن أي ضغوطات أو محاولات توجيه إقليمية. قد تكون المسائل هذه صعبة، نحن نعرف ذلك، ليست سهلة إطلاقا بسبب انتشار أو تواجد قوى المعارضة السورية في أكثر من مكان، سواء كان في الداخل السوري الوضعية القائمة اليوم أو في داخل في الخارج في عديد من العواصم. لكن في جميع الأحوال طرح استراتيجية إعادة تموضع وبرمجة لخطط وسياسات المعارضة السورية لا بد منها.